أهلا وسهلا فيكم رفقاء، ده الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة تحويل وتقليد الأصوات عن طريق الذكاء الصناعي. وأكيد قبل ما نبلش هالفيديو أعطوني لايك عليه لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا أول مرة؟ اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم الذكاء الصناعي. إذا أصدقائي، مثل ما شفنا بمقدمة الفيديو، استطعت تغيير صوتي وتحويله عن طريق الذكاء الصناعي، وكل ذلك عن طريق برنامج بسيط جدا اسمه EasyUS Voice Wave، تطبيق بسيط جدا مقدم من شركة EasyUS يلي هي بالأساس كانت تقدم لنا برنامج استعادة الملفات المحذوفة المعروف EasyUS Recovery File. طبعا البرنامج غني عن التعريف. وللحصول على التطبيق كل ما عليك الدخول إلى جوجل وبتكتب EasyUS Voice Wave وبتاخد أول نتيجة بحث، أو بتلحق الرابط اللي موجود بوصف هذا الفيديو. وبعد ما اخترنا أول نتيجة بحث رح يطلع الموقع بهذا الشكل. الشركة عم تقدم giveaway أو هدية من طرفها اللي هو كود تفعيل للبرنامج. مجرد ضغطت عليه رح يقلك حط الإيميل الخاص فيك ورح يرسلوا لك الكود الخاص بتفعيل البرنامج بشكل دائم. وبعد ما حصلت على الكود على إيميلك بإمكانك تنزل البرنامج لعندك على جهاز الكمبيوتر. وبعد ما نزلنا البرنامج لعنا على جهاز الكمبيوتر بقوم بتثبيته بخطوات بسيطة التالي التالي التالي. تنزل أيقونة البرنامج عندي على سطح المكتب وبقوم بتشغيله. بهذا المكان في اوبشن خاص بالريجستري او تسجيل البرنامج، بتضغط عليه وبتحط الكود اللي وصلك على ايميلك وبالتالي بيصبح البرنامج مفعل عندك بشكل دائم. وهلا بعد ما دخلنا على البرنامج في عدة خيارات رح نتعرف عليها بشكل سريع قبل ما نبلش بتقليد الاصوات وتحويلها. عندي الثلاث خطوط اللي موجودين هون فيهم تحديث البرنامج او الاتصال بالدعم بشكل عام او about معرفة اصدار البرنامج. عندي بهذا المكان عدة كبسات مثل ما انا شايفين وعم يخبروني انه هي المميزات قيد التطوير وكومينج سون، يعني رح توصلني قريبا. تمام، اذا ما فيها اي شيء، ولكن اللي بيهمني اخر شيء اللي هو المسننة اللي هي السيتنج. بهذا المكان بتختار الميكروفون المتصل عندك على جهاز الكمبيوتر، وكذلك الامر بتختار مخراج الصوت. وبنهاية الخيارات عندك اما التصغير الى جوار الساعة واما الخروج من البرنامج مباشرة في حال ضغطت على اشارة الاكس. وهلأ بنرجع للواجهة الرئيسية للبرنامج. عندي من الأسفل مثل ما أنا شايفين الصوت كيف بيطلع وينزل. بهذا المكان بكتم السماعات بحيث أني ما أسمع صوتي، أو بفعلها بالتالي بسمع الصوت اللي أنا بسجله مباشرة. عندي الميكروفون كذلك الأمر، فيك تكتمه كذلك الأمر، الفوليوم تعلية وخفض الصوت. وفي عندي القائمة الموجودة بهذا المكان فيك تعدل الأصوات فيها بالشكل اللي بيناسبك، كذلك الأمر فيك تسيفها، وكذلك الأمر فيك تعمل ضبط مصنع للأصوات لترجع بالشكل الطبيعي اللي كانت عليه. ومنلاحظ فوق بالأعلى في عندي الأول والفافوريت وما إلى هنالك من خيارات وتقسيمات للأصوات. بالأول رح تلاقي كل الأصوات موجودة بهذا المكان، بينما بالتقسيمات اللي فوق فمثلا الهيومن اللي هي الناس، رجل كبير بالعمر، فتاة صغيرة وما إلى هنالك. رح نجرب بعض الأصوات مثلا، مثل هذا الصوت أنا هلأ حاليا عم بجربه. نجرب هي الفتاة مثلا كيف صوتها طالع عندكم، ومنجرب صوت تاني. تمام، هي أصوات بشرية بشكل عام. بنتقل عند الروبوت، وهون فيني أقلد أصوات الروبوتات مثل ما أنا شايفين. أما بالنسبة للجيم مثل ما أنا شايفين أصوات الكاونتر سترايك مثل ما أنا شايفين مثل الجوكر، شايفين سمعانين صوت الجوكر. تمام، شوفي عندي صوت الايرون مان موجود، عندي صوت الفينوم اللي سمعناه ببداية الفيديو، عندي صوت الهالك، طبعا شخصيات سينمائية معروفة لدى الجميع، عندي تبويب الرعب، عندي اصوات كرتونية معروفة مثل ما انا شايفين، عندي السبونج بوب كذلك الامر، حتى في عندي تجهيزات كيف بيطلع الصوت من هي التجهيزات، فمثلا تجهيزات اللاسلكي مثل ما احنا شايفين، تجهيزات الراديو كذلك الامر، عندي كذلك الامر سانتا كلوز موجود، وعندي تبويب الريفيرب اللي بداخله عدة امور فعلا رائعة. فمثلا فيك تجرب صوت الكهف، فيك تجرب الصوت بداخل الملعب، ملعب كرة السلة طبعا،
فيك تجرب صوت الاستديو. واخيرا عم يقول لي انه في عندي اصوات مضحكه مثل ما انا شايفين، فمثلا صوت اللعبه. واخيرا المعت. وهيك يا شباب بنكون شرحنا عن برنامج الايزي يو اس فويس ويف، برنامج تغيير الاصوات عن طريق الذكاء الصناعي. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناه تقنيه عربيه.